السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشكلة كبيرة بتواجه كل مربي وبالأخص مربي الماعز، وهي الإسهال عند المواليد. إيه هي أسباب الإسهال الأول؟ أسباب الإسهال بتيجي في الماعز، بالأخص أكتر سبب بيسبب الإسهالات هو البرد، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دي. الجو بارد بالليل، والمعيز معروفة ما بتسقع، مش زي الغنم بتستحمل السقعة، المعيز ما بتستحملش. فالصغار بالذات المواليد الجداد عمر اسبوع 10 ايام اكتر حاجة بتتصاب بالاسهالات. زي الجدي ده كده مثلا، الجدي ده عمره 15 يوم النهار، زي ما انت شايف مكان الاسهال اهو، لسه هو ناشف اهو. العلاج بتاعه بيكون سهل خالص، سهل جدا يعني في بدايته، وهو انا بستخدم العلاج البشري انتينال، ده مطهر معوي لعلاج الاسهال، ده بشري بتسحب له بالابرة، يعني ده عمر اسبوع 10 ايام، كفاية خالص 7 سنتي بتجيب معاه نتيجة ممتازة. ده كان بيسهل بعد ما اتولد ب4 ايام، ما شاء الله دلوقتي الاسهال قاطع خالص، هي جرعة واحدة بس، ولو الاسهال كان لسه شغال هتعيد الجرعة مرة كمان. ولو ما عندكش الانتينال البشري ممكن تستخدم اوكسي طويل المفعول، اوكسي تتراسيكلين 20%، بتشربه برضك في الفم، بتشربه 3 او 4 سنتي، وان شاء الله في خلال 24 ساعة بيقطع الاسهال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.